السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده جميل جدا، الموقع زي ما انت شايف سبيس اكس، يعني تبع ايلون ماسك. طب ايلون ماسك ايه الفكرة ان هو عمل الموقع دوت الخاص بمدرسة اونلاين؟ ايلون ماسك كان مدير منظومة التعليم التقليدية، لان منظومة التعليم التقليدية الهدف منها اخراج عمال للمصانع، يعني النظام التعليمي والمدارس والحاجات دي كلها كان الهدف منها ان هم يعني يوجدوا عمال للمصانع بتاعتهم في بريطانيا. فقال لك انا خلاص هدخل الاولاد مدرسه الاطفال الموهوبين، ما اقتنعش بالمحتوى التعليمي، شايف ان دراسه اجزاء المحرك الصح بتاعها انها تفك الاجزاء وتركبها تاني، مش من انا اقعد ادرس صور وادرس شويه كلمات كده ملهاش اي لازم خالص. عمليه الفك والتركيب ممكن تكون مكلفه شويه، لكن هي دي اللي هتخلي الطالب بيفهم ويتعلم بشكل صحيح، ولازم التعليم يكون من خلال الاحتكاك بالتجارب بتحاكي المواقف الطبيعية مش من خلال الأساليب التقليدية. فخد خطوة مجنونة، خرج أولاده من التعليم النمطي، على فكرة أسماء أولاده عجيبة يعني. طيب خرج أولاده من التعليم النمطي وقرر إن هو يعمل لهم مدرسة في المصنع السبيس إكس. اتفق مع المدرسين اللي معاه واتفق مع المهندسين اللي معاه إن هم يبدأوا يعلموا الناس ويعلموا الطلبة ويعلموا أولاد إيلون ماسك اللي هم الخمسة. فبدأ يبدأوا يتعلموا في المدرسة ديت وسموها أد أسترا، اللي هي كلمة معناها إلى النجوم. عملوا نموذج بحيث إنه يكون مفيد للطلبة، وبعد كده بدأ عدد الطلبة يوصل لخمسين طالب، وبدأ يطوروا منظومة التعليم. يبقى فيه معضلة مثلا بتتحط سؤال ويبدأوا يفكروا فيه، مش بتحفظ، لأ أنت يبقى عندك مشكلة وتبدأ إن أنت تحلها. مثلا معضلة إن مفيش ميزانية مثلا لشركة، طب في ازاي نستثمر فلوس، يبقى في تطوير وفي تسويق وفي قسم هندسي، بحيث ان الطلبه تقدر تفهم ان في محدوديه الاموال وصعوبه اتخاذ القرار والتنافس بين الاقسام المختلفه. فالمدرسه دي فتحت قسم اونلاين اللي احنا فاتحينه دلوقتي، استرا نوفا سكول، بتقبل الطلبه الموهوبين من سن 10 ل 14، عدد محدود جدا، وبطريقه تقديم ان هم بيطرحوا ثلاث معضلات وبيطلبوا من الطالب ان هو يفكر ويسجل فيديو صوت بيقدم فيه الرؤيه للمعضله والحل. والتقديم نوعين، في دراسه كامله او مرتين اسبوع جانب الدراسه التقليديه، وزائد ان انت هتلاقي في حاجات كتيره جميله جدا محطوطه هنا على اليوتيوب مفيده وعلى الانستجرام، بحيث ان يبقى فيه تستفاد من المناقشات اللي بتحصل. فدي مدرسه غير تقليديه تبع ايلون ماسك، فأتمنى تعجبكم إن شاء الله. هسيب لكم الرابط أسفل الفيديو وقولوا لنا رأيكم برضو في الكومنتات.